صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير والنور والرحمة، صبح عليكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. يسعدنا دائما تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقتنا لليوم. وفي بداية البرنامج أحب أرحب بفريق الإعداد من هيئة الصحة بدبي، الأستاذ حسني البلاونة ومن نور دبي بيكون معنا اليوم، مخرجنا المبدع وائل القواسمة، وفي التنسيق والمتابعة بتكون معنا زميلتي نجاة السويدي. ولكم مني في هذا الصباح الطيب التحيات محدثتكم آمنة آل علي، وبكون معاكم خلال هذه الساعة. في برنامج صحة وسعادة لليوم بنتناول مثل ما عودناكم آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية، وبتكون عنا آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي، واليوم أيضا بتكون عنا نصائح وقائية عند زيارة مراكز التسوق والمساجد في رمضان. وفي فقرة التغذية لليوم بنتكلم عن كيفية التخلص من دهون البطن. تابعونا أعزائي المستمعين خلال هذه الساعة عشان تستفيدون من مواضيعنا اللي بنقدمها اليوم في برنامج صحة وسعادة. ونبدأ برنامجنا مثل ما عودناكم دائما بخبر محلي أو عالمي. خبرنا اليوم يقول: علامات مبكرة تشير إلى احتمالية الإصابة بسرطان المعدة. نشعر من وقت لآخر أعزائي المستمعين بآلام في المعدة، وهذا ما يقلق البعض، لكن في الحقيقة لا يندرج في إطار العلامات المبكرة اللي تشير إلى احتمالية الإصابة بسرطان المعدة لا سمح الله. وأطباء عيادة كليفلاند الصحية على الإنترنت أشاروا إلى أن أبرز أعراض الإصابة بهذا النوع من السرطانات وهي على النحو التالي: أولاً الانتفاخ في المعدة، ومن العلامات المبكرة على الإصابة بسرطان المعدة هو الانتفاخ المفرط في المعدة لدرجة أن الشخص قد يبدو كأنه حامل في الشهر التاسع، وفي حالات أخف وطأة يجعل السرطان جدار المعدة صلباً للغاية مما يقلل من قدرتها على التخزين ويتسبب افتراكم السوائل في المعدة مما يؤدي إلى الانتفاخ. والسبب أو مثل ما يقولون الأعراض الأخرى اللي هي الحرقة في المعدة، وهو أمر شائع ولا يوجد داعي للقلق إذا كان الشخص يعاني من حرقة في المعدة طويلة الأمد لا تزول بمضادات الحموضة أو الأدوية الأخرى، فقد يكون هناك سبب للقلق. وكذلك من الأعراض الأخرى اللي هو الغثيان والقيء، إن الغثيان والقيء علامتين على وجود كتلة متنامية داخل المعدة لدرجة أنها تسد جزء من مخرج المعدة. والعلامة الأخيرة اللي هي شعور عام بعدم الراحة، ويسود شعور لدى المصابين بهذا السرطان بعدم الراحة نتيجة تفشي الأورام السرطانية في بطانة البطن، وقد يبدو الشعور مثل الانتفاخ. وكذلك أعزائي المستمعين بعض الأعراض مثل فقدان الوزن الغير متوقع، ففقدان الوزن بدون سبب يعني علامة مرجحة على الإصابة بسرطان المعدة، وربما يكون أكثر الأعراض إثارة للقلق. وكذلك الإعياء فيظهر على هذا المصاب نتيجة لفقدانه البطيء للدماء، فهو يعني يشعر دائما بالإعياء. وكذلك الأعراض الأخير اللي ممكن يكون سبب للإصابة يعني مثل عرض يدل على الإصابة بسرطان المعدة اللي هو شعور غير منطقي بالشبع. الشخص اللي يكون عنده شعور مبكر يأتي بعد تناول كمية صغيرة من الطعام، وتقاس الكمية الصغيرة هذه بنحو 20% من إجمالي الوجبة الطبيعية اللي يتناولها الشخص. فأعزائي المستمعين هذه بعض الأعراض اللي ممكن تدل أن هذا الشخص يعني علامات مبكرة تشير إلى احتمالية الإصابة بسرطان المعدة لا سمح الله. ولكن نحن دائما نطمنكم أعزائي المستمعين ونقولكم دائما خذوا الاستشارة المبكرة، توجهوا لأقرب مركز صحي لكم، قوموا بفحوصاتكم لو مرة بالسنة فحوصات شاملة، على الأقل تكونون أنتوا اطمنتوا. إذا كان عندكم عارض من هذه الأعراض بشكل واضح وكبير أيضا توجهوا يعني للكشف المبكر
مثل ما نقول يعني دائما ننصحكم نحن في برنامج صحة وسعادة بالكشف المبكر اللي ما ياخذ منكم وقت ولكن ممكن يعني يحميكم من العديد من الأمراض. وبعد خبرنا اليوم أعزائي المستمعين بننتقل لفقرة السوشيال ميديا. في هذه الفقرة نعرفكم على مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها سواء على صفحات هيئة الصحة بدبي أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة بالشؤون الصحية. ويسرني أن تكون معنا اليوم عبر الهاتف الأستاذة أسماء الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور، سرور عليكم وعلى كل مستمعي إذاعة نور الدين. يا هلا فيك أسماء، مبارك عليك ما تبقى من الشهر، وعطينا آخر الأخبار والمعلومات المتواجدة على وسائل التواصل الاجتماعي. من ضمن الأشياء اللي كان في أنواع التواصل الاجتماعي، نحن في الشهر الفضيل عندنا مجموعة من الفعاليات اللي نسويها خلال الإفطار، وأيضا يعني نقول فترة النسائية. ومن ضمن الأشياء اللي كنا نسوينها اليوم يعني من خلال الأخبار، كان نظمنا بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية وجمعية الهلال الأحمر الإماراتي مأدبة إفطار، جمعت موظفينا مع الأيتام في أمسية لرسم البسمة على وجوه الأطفال وتقوية التواصل والترابط بين الهيئة وجميع أفراد المجتمع. وهي تقريبا نحن نسويها بشكل سنوي، فعاليات أو مأدبة إفطار سنوية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وهاي كانت من ضمنها. وكانت نشرتنا اليوم كان يوم مميز، كان يضمن يعني بعض المبادرة كانت الفعاليات. جميلة أسماء ولطيفة الصراحة، شفتها على انستغرام هيئة الصحة بدبي، يعني حبيت أنهم الأطفال قاموا بعمل مسابح بالخرز وكانت مبادرة لطيفة وخفيفة على النفس يعني. صحيح، وأيضا ضمن الأشياء نحن خلال الشهر الفضيل دائما نأكد على حملة المليار وجبة، ومن ضمن الحملة هناك أيضا مشاركة هيئة الصحة بدبي، ممكن أشخاص يشاركون القطاع الصحي في جمع الوجبات والتبرعات من خلال الرابط اللي موجود في موقع هيئة الصحة بدبي من خلال انستغرام وتويتر وايضا فيسبوك. الرابط موجود، نحطه بشكل تقريبا يومي، ممكن يدخلون حساباتنا وايضا يضغطون على الرابط ويقومون بالتبرع. دائما نحن ناكد ان نحن يعني في شهر فضيل، ويمكن نحن في هالفتره نحس باكثر الناس بحاجه. خلال فتره الصيام في اشخاص قاعدين نحن كم من ساعه غيرنا يتم بالايام والاسابيع بدون أكل أو تغذية صحيحة، لذلك يعني دائما نقول إنك نعاون لمن هم أشد احتياجا ويعانون من سوء التغذية. ممكن تدخلون حساباتنا في قنوات التواصل الاجتماعي، هي في تويتر انستغرام هو DHA_Dubai، أما القنوات الأخرى هو دبي هيلث أوثوريتي. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن مستمرين فيها هي من نشر الوعي حول الأشياء الخاصة بشهر رمضان الفضيل، وأيضا الأمراض والأيام العالمية خلال قنوات التواصل الاجتماعي. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحب نأكد عليها من خلال الممارسات اللي يسوونها البعض في شهر رمضان، ودائما نحن نقول كيف نحافظ على بشرتنا، واللي يقول طلع لحبوب واللي يقول بشرتي جافة، دائما نحن ننصح بأشياء الواحد افعل وتجنب، ونقول الإكثار من شرب السوائل وتناول المكسرات والأسماك. هاي الأشياء اللي لازم هم يسوونها، من يعني الأشياء اللي افعل الإكثار من شرب السوائل وتناول المكسرات والأسماك اللي تحتوي حيث تحتوي على فيتامين ها اللي بيجدد خلايا البشرة. ونحن دائما ننصحهم بتجنب تناول الأطعمة الدهنية والمشروبات الغازية حيث تساهم في ظهور الحبوب. هاي دائما نحن من الأشياء اللي نحن دائما ننصحها، مو بس في موضوع الحبوب، أيضا الوجبات الدسمة تسبب الكثير من المشاكل الصحية من خلالها سوء الهضم، مشاكل الجهاز الهضمي، أيضا حرقة المعدة، أو دائما نحن نسميها حرقان القلب. فهذه الأشياء كلها تسببها ارتجاع، وايد أشياء ممكن تسببها إنه واحد بياكل وايد أو إنه ياكل عطول يرقد. فدائما هاي من النصائح نحن دائما نأكد عليها في شهر رمضان، إنه لا تاكل ترقد على طول، ولا تاكل أكلات غنية بالدهون أو الدهون المشبعة. وأيضا من الأشياء اللي نحن دائما ننصح فيها عدم الإكثار من تناول الحلويات. ونتمنى لكم الصحة والسعادة.
شكرا لك زميلتي أسماء الجناحي، وأتمنى لك الصحة والسعادة ويومك سعيد. طبعا أعزائي المستمعين، بعد فقرة السوشيال ميديا بنطلع معاكم فاصل قصير، ولكن بعد هذا الفاصل بنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو واللي هو كيفية التخلص من دهون البطن. خلوكم معانا بعد هذا الفاصل. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أعزائي المستمعين، أذكركم بأرقام التواصل معنا واللي هي 600-551-414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. تعتبر أعزائي المستمعين دهون البطن مشكلة كبيرة تواجه الكثيرين ممن يعانون من زيادة الوزن لتأثيرها السلبي على الصحة العامة. وفي هذه الفقرة أعزائي المستمعين بنتكلم عن دهون البطن وكيف ممكن أن نحن نتخلص منها والأنظمة الغذائية المناسبة للقضاء على هذا النوع من الدهون. ويسرنا اليوم تكون معنا عبر الهاتف الأستاذة سامية خالد، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة سامية. صباح النور والسرور. يا أهلا فيك. الصراحة اليوم يعني الموضوع اليوم على العوق مثل ما يقولون، وصلنا ما شاء الله 20 رمضان والحين موضوع الدهون وين نوديه حق العيد؟ يعني المفروض الحين الكرش خلاص، يعني بدأت بالظهور والبروز. الحين بنبدأ الدايت لأن العيد جاي خلاص. فاحنا اخترنا الوقت المناسب يعني على أساس يستقبل العيد بملابس مناسبة وقوام رشيق بإذن الله. إن شاء الله. فأستاذة سامية، بنتكلم اليوم عن دهون البطن، وطبعا نحن نعرف أن هاي أنواع من الدهون من أصعب الدهون اللي ممكن أن الشخص يتخلص منها. فنبغى نعرف منك يعني بشكل مبسط شو السبب، يعني أو شو هو السبب اللي يخلي دهون البطن من الدهون اللي صعب أنه ممكن أن نتخلص منها؟ نعم، يعني مرات الإنسان ينزل بالوزن بشكل سريع في مختلف المناطق في جسمه، لكن يتم الكرش هو اللي يعني بارز وصعب التخلص منه. يرجع هذا السبب يعني عشان نبسطها على الأخوان المستمعين، أنه خلايا جسمنا بشكل عام وبالذات الخلايا الدهنية تتكون من نوعين من الخلايا. واحد من الخلايا سهل ولطيف وسهل جدا نتخلص منه، نسميها خلايا ألفا، والنوع الثاني هو عنيد جدا وما يستجيب يعني للتحلل وللتكسير بشكل يعني بشكل سهل، نسميها خلايا بيتا. خلايا ألفا عادة ممكن تكون في الأرداف، في الذراعين وفي الساقين، فتلاقي الشخص بسرعة لما يعمل نظام غذائي فيه استجابة في هاي المناطق تنزل بسرعة. للأسف دهون الكرش تتكون أو دهون البطن تتكون من النوع الثاني من الخلايا، وهي الخلايا كثافتها عالية جدا، سميكة جدا، نسميها خلايا بيتا. فبالتالي الشخص يواجه صعوبة جدا بسبب كثافة هاي الخلايا إنه يفقدها حتى لو عمل ممارسات أو التزم بأنظمة غذائية محددة. فهذا يرجع السبب لي يعني إنها عنيدة جدا وصعب التخلص منها. نعم، إذا تكلمنا الحين عن الدهون ليش هي صعبة، فهل هناك أيضا نحن إحنا كأشخاص نقوم بسلوكيات يمكن خاطئة يعني تؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة البطن؟ نعم أكيد، عديد من السلوكيات للأسف يعني إحنا بنمارسها ممكن حتى من غير ما ننتبه تسبب زيادة في دهون البطن، وإحنا يعني بهذا السياق بنسميه إحنا جسم التفاحة، يعني يكون شكل الجسم من فوق نحيل لكن تتمركز الدهون بشكل واضح في الكرش. فبداية إحنا لازم نعمل مقابلة مع الشخص اللي عنده هاي المشكلة عشان نسأله عن تاريخه، بالدرجة الأولى نسأله عن سلوكياته الغذائية. بعض الأشخاص للأسف يعني نوعية الأكل يعني النوعية نفسها هي اختيارات خاطئة، بالذات السكريات البسيطة. يعني أختي الفاضلة، يعني مثلا السكريات البسيطة نتكلم عن الباستا، نتكلم عن المعجنات، نتكلم عن المقالي بشكل عام. كثرة تناول هاي الأكلات لا شك أنها بتكون أكبر من حاجة الجسم، والجسم ما بيقدر يتخلص منها، فبالتالي تتمركز الدهون حول البطن. المشروبات الغازية، يعني كثير ناس يعني للأسف أنت إفراط في تناول المشروبات الغازية أو حتى العصائر، يعني يقول لك هذا عصير طبيعي. نعم هو عصير طبيعي لكن يحتوي على نسبة عالية من السكر،
السكر هو أول يعني بيتحول في الجسم لدهون. يعني إذا الجسم يعني إذا الشخص ما تخلص منه برياضة عنيفة ورياضة قوية يتحول إلى دهون. فالسكريات هاي وحتى وإن كانت من مصادر طبيعية والأكل حتى لو كان من مصادر طبيعي، لكن نوعية هاي السكريات من السكريات البسيطة تؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة البطن. الشيء الثاني الدهون غير السكريات، الدهون يعني حتى لو كانت دهون مفيدة يعني إذا أخذتها بحد أعلى عن الحد الطبيعي، يمكن تكلمنا في الحلقات السابقة إن الناس يقولون زين زيت الزيتون مفيد فأنا أضيفه في يعني في السلطة وفي السندويتشات، بس يضيفونه بكميات كبيرة، الجسم يأخذ حاجته منها والباقي يتمركز على شكل دهون، فأنا لازم أكون حريص جدا على الكمية. المقالي، اللحوم المعلبة، اللحوم المصنعة لا شك إنها تساهم بشكل كثير كبير في تكديس الدهون في منطقة الكرش. فنوعية الأكل وكمية الأكل مهمة جدا. نعم، فنقدر نقول لازم نكون أستاذة سامية حريصين على مثل ما ذكرتي نوعية الأكل ممكن أنها تأثر على موضوع الدهون. فهل إذا هناك أشخاص يجونكم بهذا الموضوع اللي هو تراكم الدهون في منطقة البطن، هل هناك نظام غذائي معين توصفوا لهم إياه، أو يعني شو هو النظام الغذائي العام اللي يناسب كل الأشخاص اللي يعني عندهم دهون في منطقة البطن ممكن يستفيدون منه؟ يعني أحب أنبه أولاً كل الأشخاص اللي عندهم تمركز في نسبة الدهون أن نقيس محيط الخصر بين فترة والثانية. محيط الخصر المفروض للإناث يكون مش أكثر من 80 سنتي، وللرجال مش لازم يكون أكثر من 100 سنتي. إذا كانت النسبة أعلى من هاي الأرقام هنا مؤشر خطر، لأن هاي الدهون الحشوية تسبب العديد من الأمراض مثل ما ذكرت في مقدمة البرنامج. يعني ما أخذ الموضوع بس بشكل أنه والله يزعجني في اللبس أو يزعجني في الشكل، لا، هو يؤثر كمان على صحة الجسم. فبالتالي أنا إذا إجاني شخص أول حاجة بقيسها محيط الخصر، ثانيا إحنا عنا ميزان موجود في المراكز أو في المستشفيات يحدد لي بالضبط كمية كم نسبة الشحم، بناء عليه أعطي المريض نظام غذائي محدد لازم يلتزم فيه ومتابعات دورية، بحيث أنه يركز على الأكلات السليمة اللي فيها نسبة ألياف عالية، يزيد من شرب الماي. الماي جدا 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 مهم في تنظيم عملية الهضم وبالتالي تصريف الدهون الزائدة في الجسم وبالذات في منطقة الكرش. نخفف من السكريات ومثل ما قلنا العصائر. في ناس مثلا عندها إدمان في نوع من أنواع الكوفي في كميات سكر عالية جدا، هاي كمان تساهم، وبالتالي الشخص لازم ينتبه لهذا الشيء ويقلل منها. الرياضة، ما ننسى موضوع الرياضة مهم جدا جدا، فنعدل هذه السلوكيات والمتابعات الدورية بشكل عام إن شاء الله الشخص بيتخلص من هاي الدهون. بس لازم يكون في صبر، يعني لازم يصبر على نفسه فترة، مش من أول أسبوع أو الأسبوعين ما شاف نتيجة يقول لا ما مشي معي النظام الغذائي، لازم يأخذ فترة من على الأقل 6 أسابيع عشان يشوف نتيجة. بالتأكيد. إذا بنتكلم أستاذة سامية في هذا النطاق، طبعا أهم موضوع بيكون موضوع ممارسة الرياضة والنشاط البدني لحرق دهون البطن، فشو رأيك في هذا الموضوع؟ في أي نظام غذائي بيجي الشخص اللي بده يحسن من الحالة الطبية أو الجسمانية بشكل عام، الرياضة هي حلقة جدا مهمة. يعني ما بينفع أنا أعمل نظام غذائي حتى لو كان نظام غذائي خارق بدون رياضة، هم يكملوا بعض. فالرياضة مهمتها أنها هي بتساعد على التحكم بهرمونات الجوع والشبع، واللي هي بسببها أنه الشخص ممكن يتناول أصناف خاطئة من التغذية من الغذاء. فأولا هي تتحكم بالهرمونات، مهم جدا. ثانيا تخفف من التوتر، يعني الرياضة تعطي للجسم طاقة يعني إيجابية وبالتالي تخفف من التوتر. شيء مهم جدا كمان، الأشخاص اللي عندهم توتر ترى تزيد عندهم نسبة الشحوم في البطن، فكل ما كان الإنسان هادي أكثر في جو إيجابي أكثر كمان كل ما كان عنده تخزين الدهون أقل، فالرياضة بتساعدنا على هذا الشيء. ثانيا هي تقوي العضلات، الجزء اللي يحرق الشحم في الجسم أو الدهون في الجسم هو العضلات، كل ما كان عندي بنية عضلات أقوى كل ما كان هذا على حساب الشحم، فالرياضة تسهم في تقوية العضلات وشد العضلات، بالتالي هذا يسبب في طرد الدهون من الجسم ومنع تكديسها. لا شك أولا وآخرا كل نظام غذائي مهما كان النتيجة اللي إحنا حابين نوصل لها الرياضة هي رقم واحد. نعم بالتأكيد، يعني مثل ما نقول يعني الرياضة والتغذية يعني
وجهين بعض لعملة واحدة إذا بنقول، فعلا لأن فعلا بدون الرياضة الشخص ما بيقدر يحرق هذه الدهون، وبدون تغذية سليمة يمكن ما يقدر ينزل وزنه، ما يقدر يعني يوصل للهدف اللي هو يبغاه. فإحنا نقول دائما إنها عملية يعني تكاملية متكاملة بينكم وبين الرياضة. فإذا بنقول جميل. أيضا أستاذة سامية، يعني نصائح تقدمينها لمن يعانون من تراكم الدهون في منطقة البطن؟ أنا بقول نصيحة من تجربتي الشخصية في الأشخاص اللي عندهم كرش، يعني يجوا دايما ويقولون والله أنا جربت يعني الشاي الفلاني وهذا، يعني سمعت عن الشاي الفلاني أو سمعت أن الخل مع مثلا الماي على الريج هذا يساهم في يعني في طرد دهون الكرش أو تخفيف دهون الكرش. بنحب ننبه الناس أنه النصائح اللي إحنا تكلمنا عنها، النظام الغذائي مع الرياضة، هي أهم حاجة في تخفيف دهون الكرش. ولا شاي الزنجبيل ولا شاي القرفة بيشيلوا دهون الكرش، هما يكونوا عامل مساعد، فما نلجأ لهذه الأشياء لأنها ممكن تدخلنا في مشاكل إحنا في غنى عنها، مثل في ناس تصير عندهم مشاكل مثل قرحة المعدة بسبب التناول الزائد للخل أو لشاي الأعشاب بطريقة مفرطة. فالنظام الغذائي هو والرياضة هم اللي بيساعدوا على تقليل دهون الكرش والدهون بشكل عام وتحسين الحالة الطبية للجسم بشكل عام. شاي الأعشاب والخلطات وكل هذه الأمور هي عوامل مساعدة فقط لا غير، ما نعتمد عليها، لأن للأسف يجينا كثير من العملاء معتمدين عليها ومش محصلين نتيجة، ويعني دخلوا في مشاكل لأنه مثل ما قلنا هي تسبب مشاكل أخرى، يعني ممكن سكر، ممكن ضغط، ممكن أمراض القلب إذا الإنسان أهملها وما شاف الحل المناسب. نحن دائما أيضا أستاذة يعني سامي عفوا نقول إن نحن يعني وصلنا ما شاء الله يعني 2022، يعني هل ما زال هناك أشخاص يعتقدون إن ممكن بالضبط إن ينزلون وزنهم بطريقة سحرية، يعني والله ممكن أشرب بيعالجون، شاي وينزل وزني؟ يعني وللأسف مش الوزن كمان، علاج الأمراض، يعني لا الآن في كثير ناس بيرفضوا العلاج الطبي وبيلجأوا للعلاج الشعبي، ما زلنا. فنحن دائما نقول خذوا بالأسباب، يعني نعم أستاذة سامية، فأنت من وجهة نظرك هاي نصيحة تعتبر في محلها، أنت يعني أهل الاختصاص فأكيد تشوفين حالات يعني جدا يعني يعني تيجي حالات على هذا الموضوع. فنحن أيضا شاكرين لك يعني هذه المعلومات القيمة والنصائح اللي قدمتيها، وإذا عندك كلمة أخيرة توجهينها قبل ما نختم هذه الفقرة. وأتمنى من الجميع إن شاء الله الالتزام بقواعد السلامة العامة والتغذية الصحيحة، يعني قواعد التغذية الصحيحة والله هي إحنا يعني بنكون قريبين جدا للنمط الغذائي اللي بيلتزم فيه أي شخص، يعني لا للحرمان، إحنا ما نحرم، يعني مش أنا أكيد. إذا بزور أخصائية التغذية هي بتحرمني أو بتعمل لي نظام معقد، لا، إحنا بس بنعطيكم البدائل وبتدليكم على الكمية. فإن شاء الله يكون صيامكم صحي وتستقبلوا رمضان بأجسام رشيقة، وغير الأجسام الرشيقة كمان الصحة أهم شيء، يعني نبتعد عن الأمراض قدر الإمكان اللي هي سببها الممارسات الغذائية الخاطئة. نعم، شكرا لك أستاذة سامية خالد، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، حدثتنا اليوم عن كيفية التخلص من دهون البطن. شكرا على هذا الموضوع الجميل، شكرا لكم ونلتقي حسن فيك. الاستماع وشكرا جزيلا. شكرا لك. أعزائي المستمعين، بعد فقرة التغذية بنطلع معاكم فاصل قصير وبنرجع نواصل فقرات برنامج صحة وسعادة، خلوكم معنا. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. اليوم موضوعنا الأخير في فقرة برنامج صحة وسعادة، بنتكلم عن نصائح وقائية عند زيارة مراكز التسوق وكذلك عند أداء الصلاة أو التوجه للمساجد في رمضان. وطبعا لا شك بأن الالتزام بالإجراءات الوقائية وإجراءات السلامة العامة هو من أكثر الوسائل للوقاية من مختلف الأمراض بما في ذلك فيروس كورونا. في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيل تكثر التجمعات في المساجد ومراكز التسوق، ويسعدنا طبعا اليوم تكون معنا عبر الهاتف الأستاذة مريم عبيد الزعابي، مثقف صحي بهيئة الصحة بدبي، بتكلمنا أكثر عن الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال هذه الفترة. صباح الخير أستاذة مريم. صباح النور، يا هلا ويا مرحبا بك، امنش حالك؟ تمام الحمد لله، شخبارك ومبارك عليك ما تبقى من الشهر. علينا وعليكم يا رب العالمين، الله يبلغنا بالباقي وبليلة القدر ان شاء الله نحن بالصحة والعافية يا رب.
آمين يا رب العالمين. أستاذة مريم، اليوم قلنا بنتطرق بما أن نحن يعني الحمد لله دخلنا على العشر الأواخر من رمضان، مثل ما نعرف يعني يعني تقيد بالإجراءات الاحترازية بشكل عام للوقاية من كل الأمراض، نحن ما نتكلم فقط عن فيروس كورونا، غيرها من الفيروسات. كيف نحن ممكن أن نتقيد بالإجراءات الاحترازية بشكل عام للوقاية من الأمراض؟ طبعا في البداية نذكر المستمعين الكرام أن الإجراءات الاحترازية لم توضع لتضيق على الأفراد، وإنما هي حماية المجتمع من الوباء نفسه. وما ننسى أن كوفيد بعده موجود وما راح 100%، وأن هذا المرض سريع الانتشار وسبب الكثير من الوفيات خلال السنتين اللي طافوا، والإصابات تختلف شدتها من شخص إلى آخر. طبعا من الضروري تعاون والتزام كافة أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية، واللي هي بلبس الكمام وتعقيم اليدين والتباعد الجسدي وأخذ التطعيمات كاملة لمواجهة فيروس كورونا. ولأن الصحة العامة أولوية ومسؤولية اجتماعية، والتكاتف المجتمعي ضرورة لا غنى عنها، باعتبارها وسيلة مهمة للحفاظ على ما تحقق من نجاح السيطرة على كورونا المستجد، أحب أقول أن دولة الإمارات قدمت نموذج متميز عالميا، وطبقت منهجيتها الاحترافية في التعامل مع الجائحة واحتوائها، والذي وازن ما بين الصحة واستمرارية الأعمال، مع التأكيد الدائم أن تبقى الصحة من الأولويات الأولى. وطبعا نقدر نلمس هذا النجاح والتميز بقلة عدد الإصابات والوفيات في الدولة. الناس الحين صار عندها وعي بالوباء، واللي كان هو حجر الأساس في مواجهة فيروس كورونا، فنقدر نقول الحمد لله أن الدولة في مرحلة التعافي من الجائحة. الحمد لله، فنحن نقول يعني الحمد لله نحن ردينا مثل ما نقول للمساجد سواء النساء أو الرجال الحمد لله. فهناك يعني أكيد لرواد المساجد إجراءات احترازية، ممكن أنتوا يعني كأفراد مختصين في الصحة العامة تنصحون أنه ممكن نتقيد بهذه الإجراءات للوقاية من العدوى؟ صحيح، مثل ما تفضلت وذكرتي أن نحن اقتربنا من العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل، وبما أن زادت الطاقة الاستيعابية في المساجد للرجال وللنساء، وتم تقليل التباعد الجسدي اللي هو كان قبل مترين والحين صار متر واحد، فنحن حابين نذكر بعض النصائح اللي ممكن يحتاجها الشخص خلال ارتياده للمساجد وأداء الصلاة. طبعا أول شيء قبل الذهاب إلى المسجد، عدم الذهاب إلى المسجد عند وجود أي أعراض مثل شمة أو سعال أو أمراض تنفسية. يفضل عدم الذهاب كبار السن للمسجد والاكتفاء بالصلاة في البيت. ننصح كل شخص يروح للمسجد ياخذ سيادته والمصحف معاه من المنزل. طبعا الحرص على الوضوء من المنزل، حتى الواحد ما يضطر أنه يمسك مقابض باب الحمامات والمغاسل وانتي بكرامة. أما داخل المسجد هناك أيضا إجراءات أخرى، اللي هي تقريبا عدم مشاركة أدواتك الشخصية مع الآخرين مثل السجادة والمصحف والمعقم، وعدم مصافحة الآخرين باليد والاكتفاء بالتلويح. الحرص على التباعد الجسدي أثناء الصلاة، واللي هو حين صار متر واحد. وفي حال اكتمال العدد المسموح به داخل المسجد، يفضل أن الشخص يتجه لمسجد آخر. وممكن بعد عدم الإطالة والبقاء في المسجد والالتزام بالوقت المحدد، الالتزام بارتداء الكمامة طوال الوقت وتعقيم اليدين في حال لمس الأصبع، تجنب ملامسة العينين والأنف والفم. وفي حال استخدام السجادة الورقية ذات الاستخدام المرة الواحدة، يفضل أن نحن نتخلص منها في المكان الصحيح. وهناك أيضا بعض الإجراءات بعد الانتهاء من الصلاة، منها تجنب الحديث وتجمع داخل وخارج المسجد، غسل اليدين والأماكن المكشوفة من الجسم عند العودة إلى المنزل، وتفادي تقديم الصدقات بالعملات الورقية في المسجد، والقيام بذلك من خلال الجمعيات المعتمدة.
نعم، فنحن نقول هذه نصائح طبعا أستاذة مريم، نصائح عامة لرواد المساجد. مثل ما نعرف الحين يعني مثل ما هناك يعني ازدحام بيكون إن شاء الله على المساجد، سيكون هناك أيضا استعدادات للعيد وأشخاص يعني مثل ما نقول هذا يمكن أقرب عيد للطبيعة، للعيد اللي كنا نعيشه قبل. فممكن تشوفين أيضا هناك يكون إقبال كبير على التسوق في مراكز التسوق اللي تشهد يعني ازدحام كبير مع قرب حلول عيد الفطر المبارك. فنحن نقول شو ممكن نقولها يعني نصايح ممكن المستمع اليوم يستفيد منها وهو رايح لمراكز التسوق، حاب انه ياخذ له غرض للعيد، نصائح عامة نقدمها للمستمعين. صحيح، نعم ان شاء الله. طبعا مثل ما نعرف احنا نتبع القوانين والارشادات اللي توصلنا من الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات، وبالإضافة إلى أن كل إمارة تطبق القوانين والإرشادات والبروتوكولات على حسب احتياج كل إمارة. بس بشكل عام آخر ما وردنا من الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات هي زيادة الطاقة الاستيعابية مثل ما قلنا قبل في جميع الأماكن ومنها المراكز، مراكز التسوق، حرية عدم لبس الكمام في الأماكن المفتوحة، وتقليل التباعد الجسدي من مترين إلى متر. ومثل ما ذكرتي طبعا الحين على قرب العيد يزيد الازدحام في الأسواق ومراكز التسوق والجمعيات. فنصيحتنا لرواد مراكز التسوق طبعا أول شيء عدم الخروج من المنزل إذا كان الشخص يعاني من أي أعراض مثل الحمى أو السعال أو أعراض تنفسية. ارتداء الكمام بشكل صحيح بحيث يغطي الأنف والفم، دام انه بيكون المكان مزدحم، اذا كان مكان مغلق ومزدحم وايد فيفضل لبس الكمام، واخذ كمامات احتياطية. يفضل استخدام وسائل الدفع الذكية عند الشراء بدل استخدام العملة الورقية. ايضا عندنا الحفاظ على التباعد الجسدي اللي هو متر واحد. تعقيم اليدين بعد لمس الأصبح باستمرار. تجنب الأماكن المزدحمة، إذا المكان وايد مزدحم أحاول أني أطلع وأرجع وقت ثاني. الحرص على تعقيم مقابض عربات التسوق. عندك بعد استخدام الدرج الإلكتروني بدلا من المصعد في حالة الازدحام، واستخدام يعني يفضل إحنا وايد الحين ناس قاموا يطبقون هالشيء، إنهم قاموا يطلبون يسوون التسوق الإلكتروني إن أمكن لشراء المتطلبات الأساسية بدال ما أنا أروح وأتغرب وأتعرض لما أعرف أنا شو يكون موجود. نعم، يمكن تكون بعد أيضا ثقافة ولدت معانا مع زمن كورونا، إن نحن استوينا نعتمد على التسوق الإلكتروني بشكل يعني أكبر، وهذا طبعا لصحتنا وسلامتنا. حتى تحسين إن أخذ الأطفال لمراكز التسوق أصبح أقل، يعني لأن أماكن الازدحام أماكن ممكن تعرض الأشخاص سواء البالغين أو الأطفال لأي نوع من أنواع الفيروسات، أصبح أيضا لدى المجتمع وعي بهذا الموضوع. ويعني تحسين أن كلنا الحين مسؤولين واعيين، نعرف أن المكان المزدحم لازم ما ندخله، لازم نعقم يدينا، لازم نترك مسافة كافية، حتى مع منع يعني مع أن سمحوا لنا نشيل الكمامات. تشوفين في ناس دي الحين لابسة الكمامات في الأماكن يعني المفتوحة المغلقة. صح، بالتأكيد. يعني هذه النصائح نقول هذه نصائح لمرتادي المساجد وكذلك لمرتادي مراكز التسوق. ومثل ما نعرف أستاذة مريم خلال شهر رمضان الفضيل تكثر يعني موائد الإفطار الجماعية اللي تم تنظيمها ربما في الخيام الرمضانية وغيرها، فشو هي الإجراءات الاحترازية اللي ممكن أن نحن نتقيد بها في هذه الأماكن؟ صحيح، مثل ما نعرف طبعا مثل ما ذكرتي أنت وتفضلتي أن في شهر رمضان تكثر عندنا الأنشطة المختلفة ومنها الخيم الرمضانية التي دائما تحمل أجواء فرح وسعادة وتجمعات عائلية أو مع الأصدقاء، ويتم فيها تناول الطعام ومشاركة اللحظات السعيدة والجميلة. ولكن حتى تستمر هذه اللحظات السعيدة يجب علينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون بها. السنة هاي تقريبا أعلنت الهيئة الوطنية أيضا لإدارة الكوارث والأزمات أودت خيم الإفطار والخيم الرمضانية، ولكن أوصت هيئة الأزمات والكوارث ببروتوكول يلزم أن تكون الخيم مفتوحة من كل الأوجهة، زائد أنها تكون مكيفة بسبب ارتفاع درجات الحرارة حاليا،
وأن تكون الخيم تتضمن كافة أنظمة السلامة والوقاية المطلوبة. ودورنا نحن ودور الأفراد الذين يرتادون الخيم الرمضانية يجب عليهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، مثل أنك لبس الكمام بشكل صحيح، غسل وتعقيم اليدين عند ملامسة الأسطح، التباعد الجسدي واللي هو متر واحد، وتجنب دخول الخيمة في حال وصلت للطاقة الاستيعابية. نعم، يعني نحن نقول في كل الحالات يعني يجب على الأشخاص أنهم دائما يتجنبون، نقدر نقول أستاذة مريم، الازدحام في الأماكن، يعني سواء موائد الإفطار، سواء المساجد، أو يعني المساجد نقدر نقول هناك يعني مسافة بين الأشخاص، يعني هم يعني يصلون فيها، ولكن مثلا الأسواق والموائد الإفطار الجماعية وهذه، فتحسين أن هذا ممكن أنا أتحكم فيه، ممكن أنا ما أسير المكان المزدحم بكثرة. طبعا أكيد صح، كل شيء اختياري في النهاية، يعني إذا أنا حاب أسير ولا لا. نعم بالتأكيد. أستاذة مريم، أيضا هل هناك نصائح أخرى حابة تقدمينها للمستمعين بما يخص الإجراءات الوقائية وإجراءات السلام العامة؟ في النهاية والختام نقول أن دولة الإمارات دخلت مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19، ونتيجة انخفاض عدد الإصابات تبعه إجراءات تتعلق بتخفيف القيود المتبعة، وعشان إن شاء الله نوصل، إن شاء الله نأمل نوصل لمرحلة الصفر، لازم الكل يتكاتف ويلتزم بالقوانين والإجراءات الاحترازية، ونعرف أن هاي الإجراءات ما وضعت إلا لصحتنا وسلامتنا وعدم التهاون بها، واللي هو لبس الكمام، غسل وتعقيم اليدين، والتباعد الجسدي، زائد أخذ اللقاحات والتطعيمات الخاصة بكوفيد-19. الله يبعد السوء عن الجميع ويحفظ الجميع، ودمتم بصحة وسعادة إن شاء الله. شكرا لك أستاذة مريم الزعابي، مثقف صحي بهيئة الصحة بدبي، على هذا الحديث الشيق والممتع ومشاركتك معنا أيضا في برنامج صحة وسعادة. تسلمين، وأنا أسعد وجودي معاكم. شكرا لك. أعزائي المستمعين، في برنامج صحة وسعادة اليوم تناولنا معاكم مواضيع يعني تهم كل أفراد المجتمع، تكلمنا عن دهون البطن وكيف ممكن أن نحن نتخلص منها، وكذلك تكلمنا عن الإجراءات الاحترازية عند التوجه للمساجد، وكذلك عند التوجه لمراكز التسوق في رمضان. تقدرون أعزائي المستمعين تسمعون حلقة برنامج صحة وسعادة أيضا على برنامج يوتيوب، بس عليكم تكتبون برنامج صحة وسعادة وبيطلع لكم بالتاريخ هذا البرنامج، وكذلك تقدرون تتجهون لمنصات التواصل الاجتماعي التابعة لهيئة الصحة بدبي، واللي هي DHA_Dubai، تأخذون منها كل معلوماتكم الصحية المتعلقة يعني بصحتكم والمتعلقة بهيئة الصحة بدبي. كل هذه المعلومات موجودة على منصاتنا، منصات التواصل الاجتماعي. وما أنسى أعزائي المستمعين، في ختام برنامج صحة وسعادة، أني يعني أذكركم بحملة المليار وجبة، يعني شاركوا في هذه الحملة لتكونوا عونا لهم أشد حاجة واللي يعانون من سوء التغذية. هيئة الصحة بدبي يعني تشجعكم أنكم تشاركون في هذه المبادرة الإنسانية الأكبر من نوعها في المنطقة. فأعزائي المستمعين، إذا حابين تعرفون معلومات أكثر عن هذه الحملة، حملة المليار وجبة، اتجهوا إلى DHA_Dubai وبتحصلون معلومات أكثر على رابط التبرع وكيف ممكن أنكم تتبرعون وتساهمون، بما أن نحن في الأيام الفضيلة في العشر الأواخر من شهر رمضان. أتمنى أن تحفكم الرحمة والمغفرة، وأن تكون يعني أيامكم مليئة بالسكينة، مليئة بالصدقات، وتكون العشر الأواخر عليكم خفيفة، يعني تعيشونها بين الأهل. وكذلك ما ننسى أن نحن نتصدق في العشر الأواخر. أعزائي المستمعين، يمكنكم التوجه لي مثل ما ذكرت منصة هيئة الصحة في دبي على إنستغرام، وتشوفون رابط التبرع لحملة المليار وجبة. وبهذا أعزائي المستمعين نكون وصلنا لنهاية برنامج صحة وسعادة. أتمنى أن نحن في هذا البرنامج نكون قدمنا لكم يعني المفيد
يعني دائما انا اقول اتمنى نكون قدمنا لكم لو شيء يعني بسيط، لو استفدتوا اليوم معانا بمعلومه واحده، نكون نحن يعني ادينا رساله مهمه في برنامج صحه وسعاده. وهذا البرنامج اعزائي المستمعين تقدم لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع اذاعه نور دبي. كانت معانا اليوم في التنسيق والمتابعه من نور دبي زميلتنا نجاة السويدي، وكذلك من هيئه الصحه بدبي في الاعداد والمتابعه كان معانا الأخ العزيز حسني البلاونة، وكذلك في الإخراج من نور دبي كان معنا مخرجنا وائل القواسمة. وكنت معاكم اليوم في برنامج صحة وسعادة، محدثتكم آمنة العلي، وأتمنى لكم دائما الصحة والسعادة. صحة وسعادة.